تعلن مبادرة مسارات مبادرة نشر المعرفة عن بعد بين السوريين عن فتح باب التسجيل للسنة الدراسية 2023-2024 لطلاب الصف التاسع والثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي. في أي عمر كنت أو في أي مكان منقطعا عن الدراسة كنت أو متابعا لها، يلزمك فقط هاتف محمول واتصالك بالشبكة كي تحصل على فرصتك في التعليم. تقدم مسارات لطلابها المسجلين التعليم المدرسي التفاعلي بشكل مجاني عبر الانترنت وعن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز، بالإضافة لأنشطة طلابية وإرشاد أكاديمي. يمكنكم التسجيل مباشرة عن طريق الرابط المرفق أو الرمز الظاهر على الشاشة. لا تترددوا في الاستفسار عن أي تساؤل، ويسعدنا أن تشاركوا هذه الفرصة مع من تظنون أنه يستفيد منها. مسارات، طريقك للنجاح.